السعوديه. عرض دفايه عبقريه لموسم الشتاء. يبقى اول ميزه عندنا في منتجنا النهارده حجمه اللي هو شيك جدا، اللي بيساعد كل ست بيت ان هي تعمل حاجه ديكوريه لمسه جميله رقيقه في بيتها. احنا عندنا الدفايه بتاعتنا مكونه من 2 شمعه مزودين بعواكس، العاكس ده عشان يعكس الحراره على الغرفه اللي موجوده معانا. لو حضرتك شفت الزرار ده يا استاذ محمد، موجود عندنا اول زرار بيشغل عندنا شمعه واحده. لو حضرتك يا استاذ محمد عايز تشغل شمعتين يبقى بقوه 800 واط. على فكره العواكس دي من الحاجات الخطيره جدا اللي بتخلي كل عملائنا يستمتعوا بالمنتج بتاعنا النهارده. كنت عايز احذرك من حاجه، ايدك بتقرب من الصاج. هو ده سطح معدن يا جماعه، زي ما احنا عارفين في لو احنا جبنا معلقه وقربناها كده من البوتاجاز وسيبناها شويه، ما حطيناهاش على البوتاجاز سيبناها جنب البوتاجاز، تيجي تمسكها ما تعرفش تمسكها. المعدن دايما موصل بالحراره. مفاجاه الشركه السعوديه النهارده الامن والامان في الدفايه بتاعتنا، ان انا اقدر احط ايدي عليها ومنتهى السهوله. الدفايه بتاعتنا العبقريه بالامان، سعرها 99 جنيه فقط. لو حد بيجري في البيت وخبط هنا فجأة والدفاية دي وقعت يحصل ايه؟ عارفين ايه اللي بيحصل؟ شايفين الزرار اللي موجود تحت ده؟ طبعا واضح جدا على الكاميرا قدامكم، ده زرار امان موجود عندنا هنا، بمجرد اي حاجة ما تقع على طول تفصل اوتوماتيك. زي ما حضراتكم شايفين ظهر الدفاية دلوقتي على الشاشة، شايفين الشبكة دي؟ ادي 1 2 3 4 5، خمس فتحات للتهوية، اخر امان عندنا يا استاذ محمد. لو في حد عندكم وقعت منه مية على الدفاية بتاعتنا، احنا عملنا كده فعلا. شوفوا التجربة اللي قدامكم دلوقتي على الشاشة، بص قد ايه بنطلق مية على الدفاية بتاعتنا ولا حصل لها حاجة ولا اتأثرت. قلت من البدايه الامن الامان في الدفايه العبقريه بتاعتنا النهارده. علشان كده احنا بنقدم المنتج ده النهارده يا استاذ محمد بالضمان لمده عام، كامل. لو حضرتك النهارده استفدت معانا بالعرض وقلت انا عايز دفايتين، يبقى السعر كام؟ 198. احنا النهارده هنديك العرض بتاعنا دوت ب 199 جنيه، بس مش هتاخد دفايتين، هتاخد 3 دفايات. ايوه يا جماعه، 3 دفايه ب 199 جنيه. هو ده مفاجاه الشركه السعوديه النهارده.